كلمة قرأتها قبل 40 عام ولا أنساها، إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة أو إيمان. أقول لك بشكل واضح، أطلب ما شئت من الله، إن كان الطلب صادقاً وقدمت الثمن وهو السعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فلا بد من أن تصل إلى هدفك. هذه حقيقة. أنت علاقتك مع الله، علاقتك مع الذي بيده كل شيء، قال لك عبدي اطلب تعطى، لا أكلفك إلا أن تطلب بصدق، اطلب بصدق وأنا أعطيك، خلاف ما يقال. ظروف صعبة، الدخل قليل، ضغوط عالية، وعود الله عز وجل فوق الزمان والمكان، وعود الله عز وجل فوق كل المعطيات، وعود الله عز وجل فوق كل الظروف، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً.